الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. سلام إلى الرب نقول. من أجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نقول. من أجل سلام وجميع ذكر الرسل والشعب إلى الرب نقول. من أجل أمتنا وشعاتنا في كل عمل صالح إلى الرب نقول. من أجل هذه المدينة وجميع الأنبياء والكهنة والقرى والمؤمنين الساكنين فيها أيضاً وأيضاً بسلام إلى الرب نطلب. وضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنداغواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل آوان وإلى دهر الداهرين. Thank you.
أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. وضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد هذه الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدة والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله، لأنك إله صالح ومحب للبشر، وإليك نرفع المجد والأب والابن والروح القدس لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. Oh,
فقال لوقتي وحمل سريره
Thank you.
السماوي كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. أبانا وبطريركما يوحنا وكهنوتكما ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. المطببين دائمي ذكر الذين عمروا هذا الهيكل المقدس والسابق قعدوا من آبائنا وإخوتنا الأرثوذكسيين الراقدين ها هنا وفي كل مكان عبيد الله السابق قعدهم الذين ذكرت اسمهم على المذبح المقدس عبيد الله السابق قعدهم سليم جورج سعاد جوزيف وجميع أمواتكم في المسيح ليذكر الرب الإله في ملكه السماء بكل حين الآن وكل آن وإلى دهر you.
الحب لنحب بعضنا بعضا لكي بعزم واحد نعترف مقرين وللآخر ستة أجنحة، باثنين يفترون وجوههم وباثنين يفترون
واستغفرنا لنا وقدسنا الروح القدس وبدل نفسه في اليد للموت الذي كنا فيه مبعوثين ارقاء للخطيئه والمنحدر بالصليب الى الجحيم ليتم في ذاته كل شيء الا اوجاع الموت واذ قام في اليوم الثالث فتح طريق القيامه من بين الاموات في جسد اذ لم يكن ممكنا ان نبقى وجود الحياه بلا زر فكره من بين الاموات ليكون هو نفسه الكل والاول في كل شيء
بنا جميع القديسين ايضا وايضا بسلام الى الرب الاكبر. في أسرارك هذه الطاهرة المحيية الغفران الخطايا
أخوتي أنا الخلق. شو هو مفهوم يسوع للخطيئة؟
واللي خلاه يتجاهل المرض المخلع الجسدي ويركز على المرض الروحي. ثاني شيء، ليش اختارت الكنيسة؟ هذا النص بأحد القديس غريغوريوس بالاماس، اللي اليوم نحن مثل ما قلنا عم نحيي تذكاره للقديس غريغوريوس. تصدى لبرلعام، لكن الصراع بينه وبين برلعام ما كان صراع أفكار وجدال فكري ونظر، هو كان على خلاف على طريقة تعامل الإنسان مع الله وعبادة الله والعيش معه والوصول لأنه. هذا كانت نقطة الخلاف بين بلاماس وبين برلعام. الإلحاد اللي نسمع عنه اليوم ما عاد هو عدم الإيمان بوجود الله. صار الإلحاد يا أحباء هو تزييف الإيمان، إفساد الإيمان. لهيك ما عاد الخطر إنه علينا يكون من الخارج، من الاضطهادات الخارجية. صار الخطر هو فقداننا لصفاء الإيمان من الداخل، صار الخطر من الداخل. وهون بنرجع ونقول شو هو مفهوم الخطيئة بحسب إيماننا المسيح. الخطيئة مثل ما بيعرفها القديس غريغوريوس بالاماس هي رفض الله، رفض الحب الأبوي، رفض النعمة الإلهية والعيش بعزة. هيدي الخطيئة يا أحباء، اللي أحزن الأب بمثل ابن الشاطر كان هو إنه ابنه رحل عنه وترك. فالخطيئة هي إنه نحن نرفض النور ونحب الظلام وقت اللي بيكون النور جاي عنا، نرفض ونحب الظلام. بيذكرنا يا أحباب هذا العيد إنه نحن بإمكاننا نعرف الله ونختبره من خلال الصلاة النقية. يمكن نتساءل بعد ما مر علينا وقت ونحن صايمين، ليش نحن عم نصوم؟ ليش نحن عم نصلي أكثر؟ ليش نحن عم نشارك بخدمات إلهية إضافية؟ شو كل الحاجة لهذا الشيء؟ قبل ما أقول شو بيجاوبنا القديس غريغوريوس بالاماس، هلأ نحن عم نمر بظرف كتير قاسي علينا وعلى كل العالم. بلشنا نخاف، بلشنا نسمع عبارات تقلنا لازم نفكر أكثر بموضوع اجتماعنا بالكنيسة، لازم نفكر أكثر بموضوع المناولة. وصلنا نحن نسمع هالأقاويل ويزداد الخوف عنا أكثر وأكثر، ونطالب إنه لازم تتوقف الصلوات وننسى إنه المسيحيين الأوائل مروا بظروف أكثر من هذا الظرف اللي نحن عم نمر فيه. كان الحل الوحيد يا أحباء عندهم إنهم يجتمعوا ويصلوا ويفرضوا على حالهم أصوام إضافية. كان الحل الوحيد هو الشفاء اللي بده يجي من ربنا قبل ما يفكروا بكيف بدنا نتفادى الاضطهاد أو كيف بدنا نتفادى المرض. حفروا تحت الأرض ونزلوا وصلوا تحت الأرض حتى ما يوقفوا كلامهم وصلاتهم لله، حتى ما يضعف إيمانهم. اليوم نحن أمام تحدي، يا أما منقول نحن مع ربنا وكل مع ربنا، أو منقول نحن ما لنا مع ربنا. ما فينا نقول مع ربنا وخايفين، اللي هو مع الله ما بيخاف يا أحبة. اللي مع الله عنده الثقة
بدي اوصي بربنا كامل الثقة. وقت اللي بكون مجتمع بالكنيسة وعم صلي ربنا موجود، وصلاتنا والأفاشين سمعناها، عم ندعي لربنا ونقول له أرسل نعمتك السماوية، أرسل روحك القدوس علينا. فوقت اللي بيكون روح ربنا موجود معنا، ما ممكن يكون في شيء أقوى، ما ممكن يكون في شيء خطر علينا. موضوع المناولة، عم نتناول جسد الرب ودمه لشفاء النفس والجسد، ما نخاف. صارت دعوات كثيرة على طريقة المناولة، إنه بالملعقة ممكن ينتقل الفيروس بالملعقة. هذا جسد الرب ودمه، لكن رغم هذا نحن منوقف عند ضعفاتنا البشرية. ولح نقولكم، مع إنه برجع وبأكد جسد الرب ودمه ما بينتقل المرض من خلاله، بس نزولا عن ضعفات البعض بتمنى إن الكل يفتحوا تمهم ويرفعوا راسهم ونحن بنكتل لهم الجسد. المهم هو جسد الرب ودمه قبل ما نحن ناكل الملعقة. لهيك نزولا عن ضعفاتنا ضعفات البعض بتمنى من الكل اللي بدهم يتناولوا ويفتحوا تمهم ويرفعوا راسهم ونحن بنكتلهم المناولة بتمهم. هذا ما لأنه خايفين ينتقل المرض، رجع أكرر، نزولا عن ضعفات البعض. لبيس الغوري الكلمات بيجاوبنا كمان وبيقولنا إنه هيدي الصلوات والأصنام اللي نحن بنشارك فيها وبنزيدها خاصة بهذه الفترة، هي يا أحباء بتفتح لنا محبة ونعمة الله اللي بتسكن فينا. فخلينا عم نسافر بهذا الجهاد، وخاصة بهذا الوقت والزمن المقدس. صومنا وصلاتنا يا أحباء هن الطريق لمعرفة الله. بالصوم منكثر الصلوات وأعمال الرحمة والمحبة تجاه الآخرين، منجاهد بالتوبة والدموع لحتى نعاين نور القيامة يوم الفصح. آمين. بس بدي ذكر، خلينا شوي، إنه كمان نزولاً عن دعوات وزارة الصحة لمنع التجمعات، نحن بنتمنى من الكل بعد انتهاء الصلوات كلها إنه ما نتوقف كثير ونسلم على بعض. معلش خلينا نتحمل إنه نحن متعودين نحضن بعض ونسلم بالإيد هالفترة، خلينا نتعود إنه نسلم على بعض. معلش هيدي تاني شغلة رح تلغى كل المحاضرات وكل الأنشطة وكل الرحل اللي كانت مقررة كمان لتاريخ 2 نيسان. لتاريخ 2 نيسان مثل ما قلنا المحاضرات اللي كنا مقررينها بكنيسة الصليب أو بالقاعة كلها أرجلت لتاريخ 2 نيسان. كل الرحلات كل الأنشطة تلتغي حفاظا على سلامتكم. بس في عنا نشاط صغير هذا الأحد مثل ما كنتم متعودين موضوع الفرجان الآلي، لأنه لجنة القاعة كانوا محاضرين قبل ما تصير الإلغاءات، دكتور يحكينا شوي وينصحنا عن موضوع هذا المرض أو هذا الوباء وطريقة الحماية منه. تركنا بس هذا الأحد اللي بيحب ينزل على القاعة يشارك يتعلم شوية عن طرق الوقاية من هذا المرض. وبتمنى من الكل ما حدا يطلع من الكنيسة بعد المناولة، طولت عليكم بعتذر. خلينا كلنا سوا كمان نصلي بهدوء افشين صغير لحمايتنا وطلب من ربنا انه يخفف عنا ويمنع عنا هذا الوباء. باخر الصلاة رح نعمل الافشين، بتمنى من الكل يضلوا بأمان. بخوف الله وإيمان ومحبة تقدروا الله
خلص يا الله شعبك وبارك ميراثا. المجرد على طبيعتنا
تسلمنا إلى الإهانة إلى الأعداء المنصورين وغير المنصورين، فقد عرانا الخوف والرعب وغشتنا قوة الموت الرهيب الدامسة، ولأننا خائفون من هذا الوباء الرهيب أصبحنا عميمي الثقة حتى بأنفسنا أيضا، وليس لدينا من نلتجئ إليه إلا أنت القادر على كل شيء، مستمدين منك وحدك المعونة والعطف من الشدائد والأمراض والأوبئة. ومن شدة خوفنا من هذا المرض الوبائي أصبحنا نتصور شبح الموت أمامنا في كل حين، لكن أنت أيها السيد لا تسلمنا إلى النهاية من أجل اسمك القدوس، ولا تنقض عهدك كي لا نحرم نحن الأشقياء الوقت اللازم للتوبة والرجعة إليك الثانية ولد الشاطر. فلا توبخنا بغضبك يا رب، ولا تؤدبنا برجسك، فلك وحدك نسجد مقدمين لك بقلب منصحف اعترافنا القادر كذبيحة نقية. فاصفح واترك لنا أيها السيد المحب البشر، واكفر هذا المرض الوبائي عن بلدنا سوريا وعن مدينتنا دمشق وعن سائر البلدان والمدن والقرى وعن عبيدك المتضرعين إليك، ولتغلب كثرة رأفاتك خطايانا. نعم أيها السيد كن طويل الآلات علينا، فإنك لا تريد موت الخاطئ إلى أن يرجع ويحيا، وأنت قلت بأن غير المستطاع عند البشر مستطاع لديك وحدك أيها السيد المحب البشر. Thank you.
Yeah.